السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات مدارس دار المعارف الخاصة، أهلا بيكم. النهاردة في قسم اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي هنتكلم مع بعض عن أنواع الأفعال. عندي أنواع الأفعال، إما ماضي أو مضارع أو أمر، ماضي أو مضارع أو أمر. هنتكلم مع بعض على الفعل الماضي. إيه هو الفعل الماضي؟ هو ما يدل على حدوث شيء في زمن وانتهى، هو فعل انتهى أصبح في الماضي. ويبقى فعل ده بيدل على أن الفعل إما مذكر أو أن الفعل مؤنث، زي كتب ده مذكر، أو للمؤنث تبقى كتبت، تنتهي الفعل الماضي للمؤنث بتاء التأنيث. قرأ للمذكر تبقى قرأت، سكتا ده ماضي، سمعا ماضي، حصدا، فتحا، زرعا، دخلا، كل الأفعال دي أفعال ماضية. أما الفعل المضارع هو ما يدل على حدوث شيء في زمن الحاضر بإضافة حروف معينة اختصرناها في كلمة أنيت، زي أضرب، نضرب، يضرب، تضرب، أكتب، نكتب، يكتب، تكتب، أفتح، نفتح، يفتح، تفتح، أدخل، ندخل، يدخل، تدخل. يبقى عرفنا أن الفعل المضارع اختصرنا بداياته في كلمة أنيت. الفعل الأمر هو طلب حدوث أو فعل شيء معين، زي اشرب، ساعد، اغسل، احرسي، كن او اكرم. تدريبات: حدد نوع الفعل في الجمل التالية، مضارع ولا ماضي ولا امر. ذهب احمد الى القاهرة، ذهب ده فعل ماضي. السؤال التاني: نزور جدتي كل يوم، نزور ده فعل مضارع، برافو عليكم. السؤال التالت: يعود ابي من العمل، يعود ده فعل ايه؟ فعل مضارع. السؤال الرابع: أحب صديقي كريم، أحب ده فعل مضارع. السؤال بعده: ذاكر دروسك جيدا، ذاكر ده فعل أمر. انصت إلى معلمك، ده فعل أمر، انصت. خرج أبي إلى العمل، خرج ده فعل ماضي. قرأت قصتين بالأمس، قرأت ده فعل ماضي. صنف الأفعال التالية: يزرع وزرع وإزرع، نقرأ وقرأ وإقرأ، يغسل وغسل وإغسل، تفرح وفرحت وافرحي، تجري وجرت واجري، هتف وينمو. جوه هذا الجدول نبدأ نشتغل مع بعض. الماضي، ايه الماضي اللي عندي هنا؟ الماضي هنا عندي زرع وقرا وغسل، ده كله ماضي. طيب ناخد واحد واحد. فعل ماضي زي زرع، الموضوع بتاعه هيبقى يزرع، الامر هيبقى ازرع. طيب الفعل التاني هيبقى الماضي قرا، اما المضارع هيبقى نقرا، والأمر يبقى اقرأ. طيب الفعل الثالث هيبقى غسل، المضارع هيبقى يغسل، الأمر يبقى اغسل. في الماضي يبقى فرحت، المضارع هيبقى تفرح، والأمر هيبقى افرحي. الفعل اللي بعده هيبقى جرت، المضارع هيبقى تجري، الأمر يبقى اجري. وهتف ده ماضي، أما ينمو ده مضارع. وبكده انتهى الدرس. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.